كوكو كريغليتي، كوكو سكا الحاديرة الكبرى، يلا ورقة وستيلو، ما تنساوش الخشيبات. بلاتي شتهم باقي ما قطعوش علينا الضو. نورمالمون البارح، ديك البارح 19 اكتوبر. كريغليتي شتكم تعطلتوا، انا راه كنتسنى فيكم وانا على احر من الجمر، بغينا نعيشو في داكشي ديال على ضوء الشموع. ان شاء الله 31 اكتوبر من هذا الشهر 2024 تنقطعوا التريسيتي على مملكه بوسبير. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله برك لو 31 اكتوبر تكون عندكم الشجاعه وتطبقوا القانون. والله العظيم صفيه انا بحالي بحالك كنتسنى كنتسنى يقطعوا علينا الضو. شنو الكبيره ديالي قلتي 31؟ حنا نتسناو، حنا شحال نخسروا؟ كما تسنينا في مارس، كما تسنينا حتى نهار 19 اكتوبر، نتسناو 31 اكتوبر. شوفي ونشوف فيك طاجين الحوت، المهم الشمع حنا شاريينو، الحطبه حنا شاريينو، في الانتظار الكبيده. يا اختي كنا جالسين حتى بانوا لينا هادشي، قال لك الشاشاير دارت ملف امني تتهم فيه الشاب خالد بأنه يتخابر لصالح المملكة المغربية. يالله الشاب خالد اللي عرف بزاف ديال الناس بالشاشاير، اللي اصلا ما كانوش كيعرفوا الشاشاير وعرفوها عن طريق الشاب خالد. الشاب خالد اللي الشاشائريين في واحد الوقيته كانوا كيعتبروه رمز للراي في الشاشاير. اليوم اصبح خائنا واصبح متخابرا مع المملكه المغربيه. علاش؟ وهي المشكل بدات في الاول منين الشاب خالد قال ان الصحراء مغربيه، ومنين خدا الجنسيه المغربيه، تما بدات المشاكل ديالو مع كريغلاتي ومع الكبراناتي. بقاو دابا كيتلووا وكيتلووا، ملي خرج داك البريكول ديال بلال مباشرة مورا بريكول بلال الشاب خالد، وترقبوا قريبا شلاش الشايرين غادي يتهموه بالتخابر. وعلى ذكر التخابر، جوج ديال القباصة مغاربة تم اعتقالهم في الشاشير بنفس التهمة ديال التخابر. ايوا نتمنى ان الحريفيه المغاربه اللي كاينين في الشاشاير بعد ما داروا لهم الزليج وداروا لهم القابص وعلموهم الخياطه وعلموهم الصنعه المغربيه يفيقوا. واخا انا بيني وبينكم الصراحه انا بغيتها له كتب عليكم مشيو تجلسوا تعلموا فيهم داكشي ديالنا سركم. انا في ما كان شي واحد من دوك صحاب طاوه سره يستاهل اي يشرب من نفس الكاس. ياك كنت الظروفينا حنا وتقولوا لنا خوا والشاشاير اخواتنا، منكم ليهم، حنا خاطينا، حنا ماشي اخواتنا، حنا خاطينا بيناتكم نتوما، بيناتكم نتوما وخاوتكم برك، حنا نتفرجوا بينكم وبين خوتكم الشاشايرين. ياك كتقولوا خوا وخاطينا الفتنه وحنا والنسوبيه والعائلات وداكشي، بيناتكم احنا غير مغاربه، ياك منكم ليهم، احنا غير تفرجوا. اللي كنا كنقولوا لكم المطرودين ديال 75 فين وحقهم، اصحاب طاوة الاسرى السابقين فين وحقهم، المختطفين من الصحراء فين وحقهم، طاوة دابا باغيين يقسموا لكم ارضكم، باغيين يسرقوا لكم تاريخكم حضارتكم تراثكم. الفتنه لعبت الفتنه، وبيناتكم ما كيدخل بين هذا وهذا غير انتم عارفين شنو، انتم وخاوتكم، حنا اش دخلنا بيناتكم؟ الله يكمل عليكم بالخير. كلشي كيتكلم على الاختفاء ديال هشام عبود اللي هو معارض جزائري، تم اختطافه اخفاؤه الله اعلم، لحد الان ما عندناش المعلومات الكافيه، لكن مجموعه من المعارضين الجزائريين اللي خرجوا وصرحوا بانه تم الاختطاف ديال خرج أكسل بالعباسي النائب ديال رئيس حركة الماك فرحات مهني، خرج وقال بأن هشام عبود مازال عايش. المهم باقي حاليا ما عندناش معلومات أكثر، غادي نوفيكم بالتطورات في الأيام المقبلة.
اخر الاخبار اللي وصلت من بعد ما سجلت الفيديو هو انه تم انقاذ هشام عبود من قبضة المختطفين من طرف الغوارديا سيفيل الاسبانية في برشلونة، كما تم القبض على جوج من المختطفين واللي تقال انه تعرض لبزاف ديال الاذى وهو حاليا في وضعية صعبة. نرجع لموضوع دوك القباصة اللي شدوهم، زعما كي كيديروا يتخابروا، كي انستاليو ليهم شي حاجه ديال المراقبه في القبس، شي كاميرات كيخشيوها وسط القبس ولا بين الشقات ديال الزليج، كي كيديروا زعما؟ فهمت سطا؟ مثلا هو قباص غادي كيصايب شي دار، شنو الخبر اللي غيدي؟ شنو التبرقيقه اللي غيديها للمروك؟ كبر كبر يا جدك، في أكبر قرقرة فيك يا المنطقة. تم إلغاء الرحلات الجوية، خرجوا بيان قال لك أسيدي فينيتو لا موسيقى، لا طير يطير ولا وحش يسير. علاش؟ اش واقع؟ قال لك غيديروا استعراض عسكري. ملي كنقولوا لكم دولة الكبرانات كيبقى فيكم الحال، هاي دابا بنادم عنده دي زافير ما عرفت فين، خاصو يمشي يقضيهم، ناس عندهم شراكات ديال واخا زعما انا عارفه كري غلاتي ما عندهم لا شراكات لا استحمص. المهم حنا نقولو ناس مساكن مريضه باغا تمشي تعالج في اوروبا، حيت ما باغاش تعالج في احسن منظومه صحيه فيك يا افريقيا، ويحبسوا يلغيو الرحلات كاملين، يفيقوا الناس الصباح يقولوا لهم ما كاينش الطيران. علاش؟ حيت بغينا نتبوردو في السماء، شي نقريحة بغا يدير لهم التبوريضة في السما. ومالو؟ راه قلنا لكم اللي كيفيق في الصباح كيقرر، كل صباح كري غلاتي نتوما وزهركم، كل صباح وتصبح عندكم شي حاجة الله أعلم، زعما على حسب الظروف. ماشي البارح كنا هضرنا على الخبر ديال تقسيم الصحراء، ما تقسيم الصحراء ودي مستورة، وكري غلاتي كان دايرين حفلة السيمانة اللي فاتت، كري غلاتي دي مستورة قدم رسميا استقالته، وقولوا سبحان الله برك برك. بس يا نادي مستورة قال لهم خلال هاد الستة أشهر غادي نعلن الاستقالة ديالي، وفي نفس الوقت غادي يحط اقتراح عنده علاقة بإنهاء قضية الصحراء المغربية سياسيا. ومن هنا نقدروا نقولوا أن بعثة المينورسو هذه اللي كاينه دابا غادي تكون هي الاخيره، وان من موراها صافي غادي تسال الحفله. ايوا حنا مالنا؟ حنا الصحراء خديناها ديالنا تاريخيا جغرافيا، حطينا عليها يدينا، حنا داك شغلنا، واللي بغى يقرب مرحبا، واللي سال يجي يخلص على راي طمطم جدو. شحال هادي ما هضرنا على الخنشاله، جمعت لكم واحد البركه نشوفوها مع بعضياتنا. الو وراك، الو الو كري غلاتي. لا لا عرفتي شنو، نخوي وحنا ويجي نتوما عمرو بلاصتنا، نخليو لكم الدقيقيه، نخليو لكم عيسى، نخليو لكم كلشي، جيو جيو سكنوا بلاصتنا، حنا نمشيو نعومو في البحر نزيدو. اخ من نوع عيني فيه، كل ما هو مغربي تموتوا عليه، هكا كتحماقوا كتشدكم عليه الرعده. ايوا ترقبوا من هنا واحد 10 سنين دوك اللي تزادوا في 2016 2015 غتلقاهم كيقول لك تاعنا يا اخو، والمروك سرقوا لينا هذا التراث تاعنا من بكري، من نهار تزادين، وما عندهم من بكري، من نهار كيتزاد بحال دوك زياده 2000 اللي دابا مصدعين القفطان الجزائري.
بيعة مباركة كري غليتي في قلبي الششاير. مولاي السلطان هي العلوي، وشكون هو مولاي السلطان العلوي الكبيدة؟ واش شتي هادي ديال داك اللي كينقل وكنقول حتى السميه ديال مول الورقه. طونطون جيدو تا واش في خبارك؟ راه هما كيبيعوا جلاله الملك السلطان العلوي في قلب الشاشائر وفي قلب محمد يونس مخفي رئيس ليبيا. المنفي مش المخفي يا تبون، المنفي 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 يلا المنفي. طنطم جيدو باقي مسكين مشغول كيحفظ السميه ديال الرئيس ديال ليبيا ما مساليش. احنا حاضرين بالورقه والستيلو. اي فوالا جو سوي كونطون. ايمن ايمن يلا دابا قولوا تاني مونتاج، تعياو ترقعوا تعياو تقادو، كيجي هو في الاخر وكيحطكم بوجهكم اكري غلاتي. يلا خليت لكم الراحه، تصبحون على طوابير وكوابيس. باي.